هنتكلم في المحاضرة الثانية عن معمارية النظام الموزع. النظام الموزع أحيانا يكون complex pieces of software، يعني أجزاء النظام software تحت النظام الموزع بتكون فيها تعقيدات وصعوبات. ليه؟ لأنها منتشرة أو مشتتة في multiple machines عبر الشبكة، اللي هي بيكون موجودة في أجهزة مختلفة، ممكن تكون بعيدة من بعض، ممكن تكون متباينة في الهاردوير في السوفتوير. فما زي لما نجي أعمل نظام سيستم عادي اللي هو بيكون في سيرفر أو في جهاز واحد والسوفتوير واحد الهاردوير واحد وكده، والكومبوننت كلها بتتصل مع بعض في جهاز واحد أو في سيرفر واحد. لكن هنا الكومبوننت بيتعامل مع بعض عبر الشبكة، والشبكة نوعها كيف، والمطلوب المشين وين موجودة وكيف تتعامل مع بعض. وفي مشاكل كثيرة بتظهر عند تصميم النظام الموزع. عشان نحن نسيطر على الكومبلكسيتي التعقيدات دي، لازم ننظم السيستم تنظيم جيد. وفي طرق مختلفة عشان نشوف أو نعمل فيو للأورجنايزيشن أو التنظيم بتاع الديستريبيوتد سيستم، لكن الأبيض أوبفيوس ون هي إنك الديستينكشن تفرق بين اللوجيكال أورجنايزيشن للكولكشن أوف ذا سوفت وير، يعني التنظيم المنطقي للسوفت وير الكومبوننت تحت السوفت وير، ومن ناحية تانية كيف تعمل actual physical realization، يعني تطبيق حقيقي للكلام ده. تنظيم ال distributed system هو عادة بيتكلم أو بيركز على software components اللي بتكون هذا النظام. يعني أنا عشان انظم النظام بقصد انه انظم السوفت وير كومبوننتس المكونه للديستريبيوتد سيستم تكون منظمه تنظيم جيد. فالسوفت وير اركيتكتشر والمعماريه بتاعت السوفت وير هنا بتكلمنا عن او بتورينا كيف نعمل سوفت وير كومبوننتس مكونات للنظام الموزع تكون منظمه مرتبه organized، كيف نعمل لها organization، وكيف تعمل interact مع بعض. النقطتين اللي هما المعمارية بتاعت النظام بتكلم عن الكلام ده، انه software components كيف تترتب، كيف تنظم، وكيف تعمل interact مع بعضها البعض. نحن عارفين في محاضرة الفاتت عرفنا انه الـ distributed systems النظم الموزعة الهدف من أهدافها المهمة والرئيسية إنها تعمل أو تعزل التطبيقات من الأندرلاين بلاتفورم، من الطبقة من النظام الموزع كونه متباين، وده بتم بواسطة ميدل وير لير، طبقة بتاعت ميدل وير بنعملها أوفر البلاتفورم فتخفي التباين وتعمل ترانسبيرنسي، تخلي الابليكيشن تتعامل مع النظام كأنه سنجل كوهيرنت سيستم. يبقى الادوبتنج لاير زي دي، يعني زي الميدل وير لاير دي، هو مهم جدا في المعمارية حقتنا. والمين بيربوس از تو بروفايد اللي هي ترانسبيرنسي، يعني انا اخفي انه النظام منتشرة وموزع في أماكن مختلفة، دي الهدف الرئيسي للليير دي. طيب يعني في كيف نحن نعمل أو نصل للترانسبيرنسي دي اللي هي نحن عايزين، قلنا الهدف الرئيسي بتاع الميدل وير لير إنها تعمل إخفاء للتباين بتاع النظام بتوفير ترانسبيرنسي. فكيف نحن نصل للترانسبيرنسي؟ فتكنيكس مختلفة نقدر نعمل بيها ادجست للميدل وير لير عشان او عشان احتياجات الابليكيشنز، يعني يقدر الابليكيشن يستخدم النظام الموزع، يعني نعمل ادجستمنت
أو adjusting للميدلوير لير بحيث إنها تكون توافق متطلبات الابليكيشنز اللي حتشتغل على النظام الموزع. لما نيجي نتكلم عن الرياليزيشن اللي هو كيف أنا أحقق أو أعمل ريال ديستريبيوتد سيستم، فده بيحتاج إنه أنا أعمل انستانشيت ل وبليس ل software components on real machines. realization معناها أنا أخذت ال software components في machines حقيقية. وفي many different choices، في خيارات كثيرة ممكن نحنا نعملها للكلام ده. أهم حاجة في software architecture، أحيانا بنسميها system architecture، معمارية النظام، هنا في المحاضرة دي هنتكلم وحنشوف هنتكلم عن النظام الموزع من اللي هو traditional centralized architecture، المعمارية المركزية العادية اللي هو بيكون عندي سيرفر أو سيرفرز بيكون فيها كل software components موجودة، والكلاينتس يقدروا ريموتلي يدخلوا على السيرفر ويعملوا اكسس للسوفت وير كومبوننتس باستخدام كوميونيكيشن عادي. دي واحدة من النقاط اللي هنتكلم عنها في المحاضرة دي اللي هي السنترلايز اركيتكتشر، معمارية المركزية، وايضا هنتكلم عن الديسنترلايز اركيتكتشر اللي هي البير تو بير اركيتكتشر، المعمارية النيد للنيد، انه هنا ما في سيرفر وانما كل النودز ايكوال رولز، يعني كل النودز بيشتغل زي بعض، ما في حد احسن من حد. في كثير من الريال وورلد ديستريبيوتد سيستمز احيانا بتكون منظمة في شكل مزيج بين التو اركيتكتشر، بين السنترلايزد والديسنترلايزد اركيتكتشرز.